بسم الله الرحمن الرحيم. قصة اليوم حقيقية وواقعية، وبطلها أعرفه شيئا ما. البطل ديال هذه القصة كان عارفه. القصة كالتالي: هاد البطل هو باقي صغير وليس بطلا، غير هو بطل القصة فقط. هو باقي صغير تقريبا ديك 12 سنة، كان توقف عليه الدراسة لظروف قاهرة، وكبقية الأطفال راح كيبحث على واحد العمل أو صنعة أو شيئا ما يعيل به نفسه وأسرته. المهم كيبحث ما لقى والو، نزل هنا الحي الصناعي ما بين الشركات والمعامل كيبحث. وبحكم هو باقي صغير وما عندوش واحد مؤهل دراسي وما عنده لا ديبلوم، حتى أن البطاقة الوطنية باقي صغير عليها، حتى شركة ما قبلات عليه. وبقى كيبحث من معمل لمعمل، حتى واحد المعمل دق عليه وحكى لهم انه كيبحث على عمل، وقالوا لي براك باقي صغير وهادي وهاديك، وقالوا لي ما كاينش. وتصادف كان في داك المعمل واحد المدير اجنبي، شاف داك الولد الصغير واستفسر داك الحارس ديال العساس، قال لي مال هذا؟ قال لي هذاك ولد صغير، قال لي كيبحث على عمل وحنا هذا باقي صغير وما عدناش فين نخدمو، وهاد الساعة ما خاصيناش العمال. وداك المدير بقى في داك الولد الصغير ونادى عليه، قال لي عاود لي القصة ديالك. قال لي خارج كنبحث على عمال ونعيل به نفسي، والأسرة ديالي فقيرة والأب ديالي كبير في العمر وهادي ومن ديك إلى آخره. وداك المدير نادى على واحد المسؤول في الشركة وقال لي عافاك هاد الولد، دخلوا عطيه شي آلة يدرب فيها، دربوه علموه لعل وعسى نقضوه من هاد الحالة اللي هو فيها إلى آخره. وكما كتعرفوا اللي قالها المدير خاصة تطبق. والمسؤول قال لي راه باقي حتى البطاقة الوطنية ما عندوش، قالوا ليه جيب بطاقة ديال الأب ديالك، قال لي ما كايناش، جيب شي واحد اللي ضمنك. والمهم جاب شي واحد اللي ضمنه ودخل كيخدم كيخدم، والعمال كيحتارموه لأن المدير كان موصي عليه، تلاو فيه وعلموه إلى آخره. ومرت شهور وسنين، تقريبا 10 سنين، وداك المدير لحق الوقت ديال المعاش ديالو، يعني كمل الخدمة ديالو لحق ديك 60 سنة، وتعوض بواحد المدير آخر محلي. وكما كتعرفوا ديما كيجي واحد المدير جديد كيبغي يبين حنه يديه، يعني كيبغي يوقف بالمعمل وكيبغي يزيد في المردوديه وكيبغي يزيد من الدخل ديال الشركه، يعني كينقص من العمال كيزيد في ساعات العمل، راكم عارفين داكشي. وفي يوم من الايام هذا المدير الجديد كيقوم بواحد الجوله في المعمل ديالو، وكل عامل لابس البدله الزرقاء ديالو واقف حدا العمل ديالو او واقف قدام المكان اللي خدام فيه، الا هاد الولد الصغير اللي غادي جاي ما شاد حتى مكان. هنا المدير الجديد نادى عليه واستفسرو، قال لي انت شنو العمل ديالك هنا؟ هنا كانت المفاجاه ان العمل ديالو انه كيخدم كماطوط، قال لي انا ماطوط. المدير تدهل من هاد الاسم الغريب، قال لي اش كتعني ماطوط؟ قال لي ماطوط كان ماطي، يعني كنمد لهذا، نساعد هذا، ندفع هاد العربه، نتسخر لهذا، ندير هذا. هنا قال لي المدير امثال هذا ما عندوش المكان ديرو في هاد المعمل، يعني حتى هو سرحوه وحبسوه مع دوك الباقيه اللي سرحته. وهنا المدير فعلا راه ما ظلموش، اللي ظلم نفسه هو هاد الولد اللي هو 10 سنين وخدام في الشركة وكل شيء كيحتارمه، في الأخير ما شاد حتى آلة، ما معلم حتى آلة. 10 سنين راه خاصو على الأقل يكون يعرف جميع الآلات ديال الشركة. 10 سنين يعني راه 10 سنين ديال الخبرة والتجارب، خاصو يكون عنده واحد التراكم، يعني خاص الشركة تكون في الدماغ ديالو. وفي الأخير كيقول لي أنا ماطوط. ماطوط يعني راه ما كيعرف حتى حاجه، يعني ها كيساعد هذا ويمد هذا، ماطوط يعني كيماطي. وفعلا تم توقيفه، خرجوه من الشركه، هو الان راه كيمارس التجاره وكيعيش بخير.
غير اللي كنستافدوا من هاد القصة الواقعية هو الإنسان كتعطيه الفرصة وما كيستافدش منها. 10 سنوات، 10 سنوات يعني الإنسان راه خاصو يكون يفقه الكل شيء في الشركة، يعني خاصها تكون عنده واحد التجربة، خاصها تكون عنده واحد المعلومات، واحد الخبرة كبيرة، وفي الأخير كيصدق غير مطوط ويتم طرده بطريقة تعسفية. إنسان خاصو يستافد من الفرصة إلى جات. ولعلكم استفدتم من هذه القصة القصيرة الواقعية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.